طيب نروح برضو للكابتن طارق عشري المدير الفني لنادي امبي. كابتن مساء الخير. اهلا كابتن سيد، صحتك ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يبارك فيك حبيبي. كله تمام ربنا الحمد لله والشكر. استقاله مفاجاه النهارده ولا حضرتك كنت يعني كانت في حساباتك؟ يعني هي الخطوه اتعجلت شويه لان كنت متفق مع الاستاذ ماجد ان احنا ممكن اقعد لحد يوم 17 اللي هو ماتش المصري، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وهي كده احسن بالنسبه لي واحسن بالنسبه للكمال من الانديه. يعني بتمنى لهم كل التوفيق، مجلس اداره محترم وجهاز فني محترم، عاونوني بشكل كبير جدا، كذلك اللعيبه اعطوها شغل كويس جدا، حطينا انبي في مكانه متميزه رغم الضروبات اللي حصلت معانا، لكن الحمد لله والشكر لله يعني الاخر خمس ماتشات واحنا ما زلنا حتى الان حتى رغم الهزيمه النهارده بننافس على المركز الثاني او الثالث لاقصى تقدير، وان شاء الله يوفقوا في الفتره القادمه باذن الله ويحققوا اهداف النادي باذن الله. هل يا كابتن القرار ده يعني حضرتك اتخذته، يعني هناك انباء ان حضرتك رايح الشعب الاماراتي، هل حضرتك كانت خطوه جديده بالنسبه لحضرتك ولا كان في امور في نادي امبي يعني كانت عائق ان حضرتك تستمر مع النادي؟ لا ما فيش اي عوائق للامانه، يعني انا بشكر مجلس الاداره مره ثانيه لوقوفهم جنبنا كجهاز فني وكلاعبين، والجهاز الفني مره اخرى بشكره واللاعبين ايضا بشكرهم، وادينا زي ما بقول لك حتى الان موسم جيد، باقي خمس مباريات من الدوري، وكانت الخطوه خلاص انا خدتها واستخرت ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى اختار لي، يمكن كان حتى يمكن الباب مفتوح شويه في البقاء او الرحيل، ولكن هو ربنا سبحانه وتعالى اختار لي الرحيل، لان انا بالفعل وقعت على حدود مع نادي الاسبوع اللي فات، وان شاء الله يعني ربنا يوفقني في مجلد. اعتقد ان المدرب المصري مش متواجد فيه يعني بشكل كبير، وامامي يعني مهمه اثبات وجود المدرب المصري في منطقه الخليج. طبعا وحضرتك مدير فني كبير يا كابتن، ويعني ان شاء الله باذن الله تكون خطوه كويسه وتضيف لرصيد طارق العشري. ربنا يبارك فيك يا شكرا. كابتن اسال برضو حضرتك يعني سؤال، معلش اخيرا اسف لو طولت على حضرتك، بالنسبه لكهربا وصالح جمعه والناس اللي موجوده، لو حضرتك كنت مكمل في نادي امبي وحضرتك كنت هتسمح ببيعهم ولا حضرتك كنت هتتمسك بيهم؟ شوف امبي يعني طبعا رغم ان احنا النجوم بالنسبه لنا لهم اهميه كبيره جدا، لكن انا طبعا عاذر مجلس الاداره، لان احد اسباب التمويل اللي داخل النادي امبي هو بيع هؤلاء النجوم، لان انت عارف ان الدنيا اتغيرت بشكل كبير جدا جدا داخل النادي، واصبح المورد الرئيسي النادي، يعني النادي ما يمتلكش موارد دخل غير هؤلاء اللاعبين. طبعا فطبعا انا عاذر طبعا ان بنتصرف في لاعبين مهمين جدا، لكن يعني هي الحاجه الملحه هي اللي بتخليك تعمل كده. تمام كابتن طارق، يعني بتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، حضرتك مدير فني كبير ومحترم، واتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في تجربتك اللي جايه ان شاء الله. بشكرك لمجلس اداره امبي والنادي امبي خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن طارق، شكرا جزيلا كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي امبي.